بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم، ومن قصده توجه بكم. موالي لا أحصي ثناء ولا أبلغ من المدح كنهكم ومن الوصف قدركم. مساكم الله بالخير أعزائي مشاهدي قناة فدك، وأقدم لكم حلقة جديدة من برنامج الليالي الرمضانية. وقبل لا أبدأ هذا البرنامج أحب أن أستضيف معي سماحة الشيخ ياسر الحبيب، وأحب أن أقول له سماحة الشيخ تسمعني؟ إن شاء الله الصوت يكون واضح لأن في نعم أسمعكم. نعم مساك الله بالخير سماحة الشيخ. مساكم الله بالخيرات، حياكم الله، تقبل الله أعمالكم إن شاء الله. أنا بالبداية كان في الصوت كان مو واضح، كان في خلل، بس الحمد لله الحين أسمعكم جيدا. سماحة الشيخ إن شاء الله تبدون بورقة بحث إن شاء الله تطرحونها على المشاهدين، وبعد ورقة البحث إن شاء الله نتلقى الأسئلة على الأرقام الموضحة في الشاشة. تفضلوا سماحة الشيخ. أحسنتم جزاكم الله خيرا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام، فيما أسروا وما أعلنوا وفيما بلغني عنهم وما لم يبلغني. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على المبعوث رحمة للخلائق أجمعين، سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على قتلتهم وأعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، آمين. أقول في بداية هذه الورقة البحثية لهذه الليلة أنه كم هو جميل أن تحاكم أمتنا المنكوبة هذه طغاتها، للذين يعيشون اليوم فقط، وإنما تشمل المحاكمة كذلك طغاة الأزمان الغابرة. الأمة الحية التي تنشد النهضة والرقي هي الأمة التي تتعاطى مع التاريخ السابق، تتعاطى مع الماضي بعين ناقدة وبيد تحاكم، فتكتب ما تحاكم به كل شخصية تاريخية مرت علينا على هذه الأمة وأثرت فيها بنحو ما. ولا شك أن الحكام الذين تعاقبوا على هذه الأمة بعد شهادة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، هؤلاء كانوا قد أثروا في هذه الأمة، ونحن ندفع ثمن هذا التأثير اليوم. ما الذي فرقنا أيها الإخوة إلى طوائف؟ إنهم الحكام. ما الذي جعلنا نتناحر؟ إنها سياسات الحكام وحروب الحكام. اليوم نشهد بحمد الله تعالى نهضة إسلامية جيدة تتمرد على الحكام الحاليين، تثور على الطغاة. هذه الثورة
العارمة التي نشهدها اليوم هي ترجمة لتخلي الشعوب عن الفكر القديم الذي كان يقدس الحاكم ويعتبره وليا للأمر واجب الطاعة. كنا سابقا قبل سنين قلائل تتعامل شعوبنا مع حكامها على أنهم كأنهم يعني في مرتبة تالي تلو النبي صلى الله عليه وآله، وأنه هذا الحاكم الكذائي هو ولي الأمر الذي تجب طاعته ويحرم الخروج عليه ولا ينبغي شق عصا طاعته وما إلى هنالك. كنا بصريح العبارة نتعامل مع حكامنا، مع كل حاكم من حكامنا، وكأنه ظل الله على الأرض، وكان الإعلام الرسمي لا يسمع فيه من الصباح إلى المساء إلا كل تمجيد بالحاكم القائد الرئيس الأمير الملك إلى ما هنالك من تسميات، وكان مجرد نقد الحاكم يعتبر أمرا محظورا، يعتبر من المحرمات. طبيعة شعوبنا مع الأسف كانت هكذا، طوعت هذه الشعوب على أن تخضع للحكام، وهذا التطويع هو نتاج هذا الفكر المريض الذي يسمى اليوم الفكر السني. وما هو بسني، إنما هو بدعي. هذا الفكر الذي قال فقهاؤه أنه يجب عليكم أن تطيعوا أمراءكم عدلوا أم جاروا وظلموا، أبرار كانوا أم فجارا، عليكم أن تطيعوهم في كل الأحوال وعلى طول الخط. دفعنا أثمانا باهظة لتفشي هذا الفكر في هذه الأمة. اليوم بحمد الله تعالى نحن نرى تمردا على هذا الفكر. هذه الثورات هي بمثابة إعلان لسقوط هذا الفكر عن الاعتبار. ما عاد أحد اليوم من أبناء الشعوب العربية والإسلامية يستحرم الخروج على الحاكم الظالم والثورة عليه. ما عادت الشعوب تتعامل مع هؤلاء الحكام على أنهم أولياء شرعيين للأمر، وإنما عرفوا حقيقة أن هؤلاء هم في الواقع طغاة، ظلمة، فجرة، فسقة، ينبغي أن نثور عليهم ونتمرد عليهم. هذه النهضة نحن نرحب بها، وإن تحفظنا على بعض خصوصياتها، وكما تعلمون نحن لسنا مع ثورة سياسية بحتة، نحن مع ثورة عقائدية، عقدية، إيمانية، دينية، ترجع هذه الأمة بها إلى الولي الشرعي، إلى الحاكم الشرعي، إلى الأمير الشرعي، إلى الإمام الشرعي، ذاك هو المهدي من آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. هذا الإمام الذي ينتظر اليوم منا أن نهرع لمبايعته والتمكين له في الأرض، أي أن نسلم السلطة إليه، إنه ينتظر منا هذه البيعة، كما كان علي صلوات الله عليه بعد الثورة الإسلامية العظيمة التي قام بها المسلمون على الطاغية الثالث عثمان بن عفان، كان ينتظر بيعة الأمة. إذا تتبعتم التاريخ جيدا
تجدون أنه بعد الثورة على عثمان لم يتراكض علي صلوات الله عليه لتبوء منصب الحكم والحاكم، لم يأتي ويقتحم المسجد النبوي الشريف كما اقتحمه عمر بن الخطاب مثلا في يوم السقيفة، زافا أبا بكر كما تزف العروس، جاعلا إياه على منبر رسول الله معلنا البيان رقم واحد بقيام الحكم الفكري. علي لم يفعل هكذا، علي مكث في بيته، انتظر أن الأمة تأتي وتمكن له وتبايعه وتسلمه مقاليد السلطة والحكم طوعا لا كرها. ولما قامت الحجة بوجود الناصر كما قال صلوات الله عليه في نهج البلاغة نهض بالأمر. هكذا هو حال حفيد علي اليوم، هذا الإمام الذي ينتظر مني ومنك من كل مسلم أن يبايعه، ينتظر من شعوبنا الإسلامية أن تسلم له مقاليد الإمرة والسلطان حتى يحكم فينا بشرع الله ويقيم دولة الله العادلة على الأرض، فنتخلص إثر ذلك من كل ظلم ومن كل ظالم. لا تتوقعوا من المهدي صلوات الله عليه أن يأتي ويجبركم على أن يحكمكم، إنه ينتظر أن تهتفوا باسمه، إنه ينتظر منكم أن تبايعوه. هذه الأمة تشهد نهضة اليوم، هذه نهضة نتأمل أن يباركها الله عز وجل، ولكن حتى تكتمل كم هو جميل من الأمة أنها كما تثور على حكامها الحاليين وطغاتها الحاليين تثور كذلك على حكامها وطغاتها السابقين، وإن غيبهم الثرى نحن بحاجة إلى أن نثور على هؤلاء. لماذا؟ لأن الثورة عليهم ثورة على الفكر الذي أرسوه في هذه الأمة. كم هو جميل منا أننا كما نحاكم اليوم زين العابدين ابن علي ونحاكم حسني مبارك، وفي الطريق إن شاء الله نحاكم علي عبد الله صالح والقذافي وبشار الأسد ومن أشبه من الحكام والظالمين، كم هو جميل منا كذلك أن نحاكم الحكام السابقين. لأن إن لم نحاكم الحكام السابقين فلن نعرف أن نقطة التحول أين هي. كثير منا يتصور أو يتوهم أن نقطة التحول تبدأ من الثورة على الحاكم الحالي وإزاحته عن السلطة ثم تنصيب آخر مكانه، وكأن الأمر هكذا يحل. أنتم واهمون، لا حل بمثل هذا، بل سيفتح هذا باب الفوضى من جديد، وستدور الدائرة ويتولى مزيد من الطغاة على رقابنا. نحن بحاجة إلى أن نحدد نقطة التحول. نقطة التحول تعود إلى ما قبل 1400 عام. نقطة التحول هي في يوم السقيفة. منذ ذلك اليوم افترقت الأمة إلى قسمين وصار هنالك طريقان،
طريق للشرعية الإلهية النبوية المتمثلة بالأئمة الشرعيين من خلفاء الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، من أهل بيته وعترته الطاهرة. والطريق الآخر هو طريق الحكام، ذلك الطريق الذي شرعت له مبادئ مخالفة للإسلام وإن اكتسبت مسميات إسلامية. قيل عن ذلك الطريق أنه طريق الشورى، وأن الحاكم يأتي بالشورى، زيف هراء، ما جاء حاكم بالشورى، جاءوا جميعا بشورى صورية أو بغلبة وقهر. ثم ذلك الطريق فقهاؤه أيضا وأعلامه كما شرعنوا الشورى شرعنوا الغلبة والقهر كذلك، وها هم إلى اليوم إن سألتموهم الحاكم الذي يأتي بالغلبة والقهر حاكم شرعي أم لا، يقولون نعم، فقهاؤهم يقولون هكذا. الطريق الآخر لا يرى شرعية لحاكم إلا الأئمة من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى أولئك الذين يتصلون بهذا الطريق وما هم بأئمة لا بد أن يكتسبوا شرعية ما، وهذه الشرعية لا تعطيهم الحق المطلق في حكم الأمة، وإنما يظلون تحت المحاسبة والمراقبة الدائمة. أعني شورى الفقهاء المراجع، وذلك تفصيل نتركه الآن. المهم هنا الأمة بين فريقين، فريق يحاكم الحاضر والماضي، وفريق آخر كان إلى عهد قريب لا يحاكم لا الحاضر ولا الماضي، لكنه الآن بدأ يشجع نفسه ويتجرأ على أن يحاكم الحاضر. كل الذي نريده من أهل هذا الطريق الثاني أنهم كما يحاكمون الحاضر ورجالات الحاضر، فليحاكموا رجال الماضي كذلك. عند ذاك سيعرفون أين هي نقطة التحول، ومن أين يبدأ التغيير الحقيقي. هل التغيير الحقيقي يتمثل بإسقاط الحاكم الحالي والأنظمة الحالية وتأسيس أنظمة جديدة، أم أن نقطة التحول والتغيير الحقيقي هي بالعودة لكنس كل ما خلفته السقيفة وأنظمة السقيفة التي جاءت على هذه الأمة، وبالتالي يكون التغيير الحقيقي هو في إقامة دولة المهدي من آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين، وذلك يكون أولا بالإقرار به والإيمان به، ثم مبايعته والمناداة باسمه حتى يأتي ويحكم. لتنفتح هذه الأمة على الماضي، لا يخدعنكم هؤلاء الذين يقولون علينا أن نكف ألسنتنا عما شجر بين الصحابة، على حد تعبيرهم يريدون منكم أن تمسكوا ألسنتكم عن نقد مجتمع من يسمونه الصحابة، مع أنهم عمليا يخالفون ذلك. هم يفتون بأنه علينا أن نمسك ولا نبحث ولا نتكلم عما شجر بينهم، عن المشاجرات والحروب التي كانت بينهم، ولكنهم اليوم يتكلمون، وإن كانوا يدافعون لكنهم يتكلمون بالنتيجة. هذا مخالف لفتوى أسلافهم للعلم،
لما الآن ينتجون مسلسلات وأفلام تحكي تلك الحقبة ويريدون منها قلب الحق والباطل، تصوير الحق في صورة الباطل والباطل في صورة الحق، تحريف التاريخ، تزييفه وتزويره، هم بالنتيجة لا يمسكون عما شجر بينهم. هم الآن يتحدثون هذا مخالف لفتوى أسلافهم، ولذلك هذا الأمر الذي الآن يقع هو في واقع الحال أمر مضحك. هم يتناقضون من حيث لا يشعرون. الذي يؤلمنا فقط نحن أتباع أهل البيت صلوات الله عليهم هو أنهم يستمرون في مسلسل التغييب والتجهيل لهذه الأمة. ثورة إسلامية قامت بها الشعوب الإسلامية على طاغية من الطغاة، تأتي هذه المسلسلات والأفلام ويأتي هؤلاء الكتاب وهؤلاء المشايخ والدعاة ومن أشبه لكي يشوهوا تلك الثورة ويجعل المجني عليه جانيا والجاني مجنيا عليه. ماذا ستكون مشاعر الشعب المصري مثلا الآن لو أنه بعد 50 سنة مثلا أنتج فيلم أو مسلسل أو كتبت دراسة وثقت للثورة المصرية التي قامت في زماننا هذا وقلبت فيها المعادلات؟ يعني كان ذلك المسلسل أو تلك الدراسة قد خلصت إلى نتيجة أن حسني مبارك كان مظلوما وأن الشعب الذي ثار عليه كان مجموعة من الغوغاء والأوباش، فيجعل هذا الشعب هو المظلوم وذلك الرجل، عفوا، يجعل الشعب هذا هو الظالم وذلك الرجل هو المظلوم. أنتم يا أهل مصر هل تتحملون مثل هذا التشويه لثورتكم وهذا القلب للحقائق؟ لا تتحملون، مشاعركم لا تتحمل. اليوم ضعوا أنفسكم في موضع الشعوب الإسلامية التي ثارت كذلك على هذا الطاغية عثمان بن عفان، وكان قسم كبير من الثائرين من أهل مصر في الواقع. أهل مصر كانوا من أركان الثورة على الطاغية عثمان. هذه الثورة العظيمة التي أزاحت عثمان وانتهت بقتله بسبب تعنته وإصراره على التشبث بالحكم، هذه الثورة ما جاءت من فراغ أيها الإخوة. هذه الثورة جاءت بعدما بلغ السيل الزبا، بعدما طفح الكيل، بعدما لم تتحمل الشعوب سنوات من الطغيان العثماني. الآن حين تأتي هذه الأقلام المأجورة وهذه الفضائيات ووسائل الإعلام لكي تشوه تلك الثورة وتصورها بغير صورتها الحقيقية، ضعوا أنفسكم في موقف أولئك الثائرين، وضعوا أنفسكم في موقف كل من ذاق مرارات وعذابات من عثمان فاضطر لأن يثور عليه. أنا أنقل لكم نموذجا واحدا من تلك الجرائم الكبيرة والخطيرة التي سببت نقمة المسلمين على عثمان ودفعتهم لأن يثوروا عليه. جريمة قتل، رجم لامرأة بريئة شريفة عفيفة قتلت رجما
بسبب حكم عثمان عليها عن جهل. كان عثمان جاهلا بأحكام الله، جاهلا بأبسط الأمور، وكان يتسرع في إصدار أحكام القتل والرجم على الناس. فذهبت هذه المرأة المؤمنة المسكينة، ذهبت ضحية لذلك الاستخفاف منه بالدماء. القضية هذه التي أذكرها لكم مروية في مصادر معتبرة من مصادر طائفة أهل الخلاف، وثقوها وذكروها، وهي تدمي القلب واقعا. والقصة إجمالا هي هذه: أن شابة مسلمة مؤمنة تزوجها رجل مسلم، فولدت له بعد 6 أشهر. 6 أشهر جاءت بولد، فارتاع ذلك الرجل وظن أنه لا بد أن تكمل كل امرأة مدة حمل إلى 9 أشهر، فجاء إلى عثمان شاكيا، فعثمان أمر برجم امرأته هكذا بدم بارد، بدعوى أنه لا يمكن أن يكون الحمل 6 أشهر. وإذن معنى ذلك أن هذه الفتاة كانت قد زنت قبل زواجها هذا برجل آخر، فإذن هي زانية تستحق الرجم. هذا حكم للعلم، إذا يعرض على أي فقيه فإنه يستهزئ به. أنتم الآن حين تسمعوني لا شك استهزأتم، لماذا؟ لأنكم عالمون بأنه إلى اليوم هنالك نساء يلدن 6 أشهر ويعيش أطفالهن. نعم الفرض نادر لكنه يقع، أمر نادر الحدوث لكنه يقع، ممكن الوقوع. فكان ينبغي أن يدرأ هذا الرجم عن هذه المرأة المسكينة، أن يستبين الحال، أن يتبين الأمر. ثم على فرض أنه جاءت بولد ولم يكن من هذا الرجل وكانت قد زنت قبله، ليس حكمها الرجم أصلا، لأنها حين زنت ما كانت محصنة، حكمها الجلد. فانظروا إلى هذه الجهالة من عثمان. لاحظوا هذه الروايات التي أذكرها لكم، هذه الحادثة من جملة الذين رووها إمام المذهب المالكي مالك بن أنس في كتابه الموطأ. اقرأوا في كتاب الموطأ، في كتاب الحدود، رقم الحديث 1487. يقول: حدثني مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان أتي بامرأة قد ولدت في 6 أشهر فأمر بها أن ترجم، فقال له علي بن أبي طالب عليهما السلام: ليس ذلك عليها، إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فالحمل يكون 6 أشهر فلا رجم عليها. انظروا هنا إلى عظمة أمير المؤمنين صلوات الله عليه ودقة استدلاله باب مدينة علم رسول الله صلى الله عليه وآله. تصدى للطاغية عثمان أنه كيف حكمت على هذه المرأة المسكينة بالرجم، والله تعالى يقول: وحمله وفصاله 30 شهرا. الحمل إلى مدة الفصال، الفصال أي فصل الولد أو الرضيع عن الرضاعة،
يقال لهذا الفصال. المدة، مدة الحمل مع الرضاعة إلى أبعد الآجال كما في كتاب الله 30 شهرا. 30 شهرا يعني سنتين ونصف، سنتان وستة أشهر. زين، في آية أخرى الله تعالى يقول: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، يعني سنتين كاملتين، لمن أراد أن يتم الرضاعة، يعني إلى أبعد آجال الرضاعة. فهناك عندك الحمل مع الرضاعة إلى أبعد الآجال سنتان وستة أشهر. هنا الله عز وجل في الآية الأخرى فقط يخصص الرضاعة إلى أبعد الآجال بسنتين، فالفرق ما هو؟ ستة أشهر الفرق. إذن أقل الحمل ستة أشهر، هذا في كتاب الله. لكن عثمان غبي لا يفهم كتاب الله عز وجل. بيّن له أمير المؤمنين علي عليه السلام هذا الأمر. تقول رواية مالك بن أنس: فبعث عثمان بن عفان في أثرها، أنه يريد أن يستدرك بعدما أمر بأن ترجم ونبهه علي عليه السلام، بعث في أثرها أنه أوقف الحكم. قال: فبعث عثمان بن عفان في أثرها فوجدها قد رجمت، راحت راحت ضحية لهذا الطاغي الجاهل. إن كنت لا تعرف أحكام الله عز وجل، كيف جعلت نفسك خليفة للمسلمين؟ إن كان أمر الدماء عندك بهذه السهولة واليسر، لماذا جئت وتسلطت على المسلمين؟ لم يكن مالك بن أنس هو وحده الذي روى أمر هذه الحادثة، هنالك مصادر عدة رواها أيضا البيهقي في سننه في كتاب الحدود، أيضا رقم الحديث 14298 بسنده، أن عثمان بن عفان رضي الله عنه على حد تعبير أن البيهقي أتي بامرأة قد ولدت في ستة أشهر فأمر بها أن ترجم، فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ليس ذلك عليها. قال الله تبارك وتعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال: وفصاله في عامين، وقال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فالرضاعة 24 شهرا، والحمل 6 أشهر، فأمر بها عثمان أن ترد فوجدت قد رجمت، انتهى الأمر، تأخرت يا عثمان. كذلك روى الأمر ابن حبان في كتابه الثقات في الجزء الثاني الصفحة 250، قال: رجم عثمان امرأة من جهينة أدخلت على زوجها فولدت في 6 أشهر من يوم أدخلت عليه، فأمر بها عثمان فرجمت، فدخل على عثمان فدخل علي على عثمان فقال له: إن الله يقول: حمله وحمله وفصاله 30 شهرا. فأرسل عثمان في طلبها فوجدوها قد رجمت، فاعترف الرجل بالغلام وكان من أشبه الناس به. هذا الرجل زوج هذه المرأة الذي شك في امرأته اعترف نتيجة بالغلام، قال: هذا بالفعل ابني، وزوجتي كانت بريئة، كانت طاهرة، كانت شريفة، كانت عفيفة. ولما شب الولد ظهر أنه أشبه الناس به، يشابهه في الصفات، فانقطع شكه 100%. تفصيل أكثر لهذه الحادثة واقعا يدمي القلب، أنه كيف عثمان دمر هذه الأسرة بفتواه الجاهلة، بحكمه الجاهل. نجد هذا التفصيل في كتاب
تفسير السيوطي الدر المنثور في الجزء السابع الصفحة 441، يقول: أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن بعجة بن عبد الله الجهني قال: تزوج رجل منا امرأة من جهينة فولدت له تماما لستة أشهر، فانطلق زوجها إلى عثمان بن عفان يعني يشكوها، فأمر برجمها، فبلغ ذلك عليا رضي الله عنه فأتاه فقال: ما تصنع؟ شنو دا تسوي أنت يا عثمان؟ قال: ولدت تماما لستة أشهر، وهل يكون ذلك؟ هذا ممكن يصير؟ يعني شوفوا، حتى عثمان لم يكلف نفسه وعناء أن يسأل مثلا القوابل، يسأل النساء، يستخبر منهن الحال. لكنا قد أخبرناه أنه نعم يمكن أن يقع هذا وإن كان فرضا نادر الحدوث. أحسنت سمعت شيخ. قال: وهل يكون ذلك؟ قال علي رضي الله عنه: أما سمعت الله تعالى يقول: وحمله وفصاله؟ نعم سمعت الشيخ، ممكن عادي أكمل نعم. أكمل بس لأن في اتصالات إخوان على الهاتف، فممكن بس إتمام هذا الفكرة وإن شاء الله نتلقى الاتصالات. تفضل. لا بس سأتم إن شاء الله عما قريب بإذن الله تعالى، فليصبر الإخوة قليلا. قال: أما سمعت الله تعالى يقول: وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال: حولين كاملين، فكم تجده بقي إلا 6 أشهر؟ فقال عثمان رضي الله عنه على حد تعبير السيوطي: والله ما فطنت لهذا، ما فطنت أنا إلى هاتين الآيتين في كتاب الله، وأنه الفارق 6 أشهر، فإذا يمكن أن يكون الحمل 6 أشهر وتأتي المرأة بولد تام الخلقة. قال: والله ما فطنت لهذا، علي بالمرأة. فوجدوها قد فرغ منها، يعني فرغ من رجمها، خلص قتلت، وكان من قولها لأختها. المرأة المسكينة هذه حفروا لها الآن في الحفرة وهم يرجمونها الآن، رجموها، أثناء ما يرجمونها كانت تقول لأختها، حقيقة كلام يدمي القلب: كان من قولها لأختها: يا أخي لا تحزني، فوالله ما كشف فرجي أحد قط غيره، لا تحزني يا أخي، لا تظني في أنه أنا بالفعل زانية والعياذ بالله، ترى ما حد اطلع على موضع العفة إلا زوجي، هذا هو الوحيد، أنا امرأة شريفة. قال: فشب الغلام بعد، فاعترف الرجل به، وكان أشبه الناس به. الولد هم كبر، صار واضح أنه يشبه الأب، فالأب اعترف به وعلم بأن امرأته قد قتلت بريئة بحكم من هذا الطاغية الجاهل عثمان بن عفان. فماذا حصل في ذلك الأب؟ أتعلمون ماذا حصل؟ آخر الرواية قال: فرأيت الرجل بعد يتساقط عضوا عضوا على فراشه. أصيب هذا الرجل بمرض من الكآبة والحزن، دمرت عائلته، زوجته ذهبت ضحية، رجمت أمام عينه وهي شريفة بريئة، هكذا بسبب تسرع عثمان في الحكم. وابنه هذا المسكين شب يتيما بلا أم، وانفسخ أمر عائلته هذه. فماذا حصل به؟ عضو عضو منه تساقط، هاي كناية عن أنه يوم عن يوم تظهر فيه أمراض في أعضائه وهو على فراشه، إلى أن هو أيضا مات. هكذا صنع عثمان بعائلة مسكينة. الآن أنتم ضعوا أنفسكم مكان هذه المرأة. يا أيتها النساء، بالله عليكم، لو واحدة منكم الآن أختها مثلا تراها قد رجمت، قتلت هكذا وهي بريئة بسبب أنه حاكم طاغي موجود مستخف بالدماء، لا يفقه شيئا، ليس بفقيه، لا يعرف شيئا،
ويحكم في عباد الله عز وجل بهواه. ألا تنقمون على هذا الطاغي ما فعل؟ هذا غير الفضيحة أنه يلصق بكم وبعائلتكم العار بأن ابنتكم أو أختكم أو زوجة هذا الرجل قد زنت. هذا غير التفكك الأسري الذي وقع، هدم هذه العائلة كلها. هذا كله صنعه عثمان. لماذا أصلا تفتي وتحكم بغير علم؟ ماذا يقول الله عز وجل؟ ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الفتوى بغير علم، الحكم بغير علم، أمر خطير يستوجب لعنة ملائكة السماء والأرض. هذه رواية مروية بالسند الذهبي، بالسلسلة الذهبية، عن الإمام علي بن موسى الرضا، عن آبائه الطاهرين، عن رسول الله صلى الله عليه وآله. وللعلم الرواية مروية في مصادر أهل الخلاف، رواها ابن عساكر في تاريخه في الجزء الثاني الصفحة 52، ورواها الخطيب في كتابه الفقيه والمتفقه رقم الحديث 600، عن أبي الحسن علي بن موسى الرضا قال: حدثني أبي موسى بن جعفر قال: حدثني أبي جعفر بن محمد قال: حدثني أبي محمد بن علي قال: حدثني أبي علي بن الحسين قال: حدثني الحسين بن علي قال: حدثني أبي علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أفتى بغير علم لعنته ملائكة الأرض والسماء. هذا عثمان أفتى بغير علم في هذه الواقعة، فلعنة ملائكة الأرض والسماء عليه. لا تلومونا إلا عنا عثمان. هذه إحدى جرائمه، هذه الجرائم التي ارتكبها عثمان هي التي جعلت الشعوب الإسلامية تنتفض عليه وتثور عليه. ليس كما يوهمونكم من أن الرجل كان بريئا ومسكينا ومظلوما، مجموعة غوغاء وأوباش ثاروا عليه. هذا كلام يستغفلونكم فيه، يستخفون بعقولكم. الرجل كان طاغية مجرما، هكذا ارتكب من الجرائم، وهي إحدى جرائمه الموثقة في المصادر المعتبرة عند أهل الخلاف. ألا يحق لنا أن نحاكم هذه الشخصية التاريخية ونبرأ إلى الله تعالى منها ونلعنها كما تلعنها ملائكة السماء والأرض؟ أظن أن الأمر صار واضحا. تفضلوا. أحسنت سماحة الشيخ، وكان هناك أخوان بالانتظار، وأعتقد أن انقطع الاتصال لأن كانت فترة انتظار طويلة، فنعذرهم إن شاء الله. الحين عندنا اتصال من الأخ محمد من العراق. السلام عليكم. اللهم صل على محمد وعلى الطيبين. هلا، السلام عليكم أخوي محمد. أستاذي شكرا بالله. نعم تفضل، وياك على الهواء أستاذ محمد، تفضل. أستاذ، شنو الغاية من سمع يعني الصحابة الرسول؟ نعم أخ محمد، لو سمحت بس خفض على التلفزيون وخلك معي على الهاتف وانت على الهواء إن شاء الله، تفضل. أقول شنو الغاية من سب صحابة الرسول؟ يعني عثمان وسيدنا علي رضا عنه كلهم كانوا صحابة الرسول، الغاية من سبهم؟ الغرض من سب الصحابة إن شاء الله، إن شاء الله. أوكي، راح نحول. سمعت السؤال إن شاء الله، سمعت الشيخ. هو الأخ يقول ما الغرض من سب الصحابة وذكرهم؟ بس نعم، وأقول في الجواب، الأخ علي أن يلتفت، القضية ليست قضية سب، التفت يا أيها الأخ، نحن الآن أمام جريمة قتل، نحن الآن نحاكم عثمان أمام جريمة قتل ارتكبها عثمان. رجم امرأة بريئة شريفة بسبب جهله بكتاب الله عز وجل، وأنه يمكن للمرأة أن تلد لستة أشهر. ماذا صنع في هذه المرأة؟
هذه المرأة الآن في يوم الخصام في يوم القيامة دمها في عنق عثمان، تقول: إلهي، هذا الذي رجمني وشوه سمعتي وحكم علي بالرجم على أني اقترفت الزنا ولم اقترفه، وحرمني من ولدي وحرم ولدي منه، وضيع أسرتي وضيع شرفي وكرامتي، كل هذا في رقبة عثمان. الرجل قاتل ظالم مجرم، نحن أمام جريمة قتل، نريد أن نوضحها لكم، نحن لا نريد أن نخفي عنكم الحقائق، واجبنا أن نبين لكم هذه الحقائق التي هي في كتبكم حتى أنت تعرف، أنت شخصيا تميز أنه هل هذا الرجل الذي يسمى عثمان بن عفان يستحق أن أحترمه أم لا. بالله عليك، لو أنه رجل صنع هذا بامرأتك بأختك، رجمها وهي بريئة وأزهق روحها، تحترمه؟ الآن لو شيخ دين عندكم يروح يفتي هكذا في إحدى نسائكم ويرجمها بدعوى أنها ولدت لستة أشهر وتموت تقتل، شو يصير بك أنت؟ الطالب بثار من هذا الشيخ الدين، يقول: هذا واحد أحمق جاهل حكم على أختي بالقتل بالرجم وهو يجهل كتاب الله عز وجل، أنا أروح أقتله هذا على ما صنع، أقتص منه. لماذا إذن لا تكون ضد عثمان وهو قد ارتكب ذات الجريمة؟ ألأن هذه التي قتلت المسكينة المسلمة هذه لم تكن أختا لك؟ كل النساء المسلمات أخوات لك، ينبغي أن تكون عندك غيرة، تقول: أنا ضد عثمان، هذا لا يستحق الاحترام، وأنا أبرأ إلى الله عز وجل منه لأنه ارتكب هذا الإثم العظيم. بارك الله فيك. ناخذ اتصال من الأخ علي من البصرة. السلام عليكم. جزاكم الله خير. حياك الله أخوي علي، تفضل. الله يحييك حبيبي، أنا ما أدري أتصل بي. تفضل. أي، فبالنسبة للشيخ ده يفصل بين السياسة والدين، فمن القصد من السياسة أي سياسة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان هو سياسي وهو قائد. نعم. نعم. فشنو يعني السياسة هو الدين، هو الدين سياسة والسياسة. إن شاء الله راح نوصل سؤالك، بارك الله. وهذه الأمور أحسن. نعم. احنا نعرفها كل شيء بالنسبه لعثمان وجرائم ابو بكر وعمر، ما يعني ما في شيء جديد، بس حابين انه يطلعون عليها. يا اخي انت ما، اذا بقول لك شغله هذه بعد اذن سمحت الشيخ، يا اخي انت اذا انت تعرفها، انا ما اعرفها، كنت في وايد ناس ما يعرفونها، انت تقول ما شيء جايب شيء جديد. المشكله الحين انا هذه النغمه جديده، وايد قاعد يتصلون ويتكلمون يقول هذه الشغلات احنا نعرفها. انا اللي اشرح، انا اشوف ان 80% من الشيعة ما يعرفونها، بما ناهيك عن البكريين. احسنت اخوي علي، ظهر انقطع الاتصال. ناخذ ابو صالح. السلام عليكم. السلام عليكم ابو صالح. اهلا، اريد اسال الشيخ لو سمحت. تفضل. هل ان الخليفه عثمان من المبشرين بالجنه؟ نعم. واذا ممكن يعني الشيخ شوي يتكلم عن ذي العشره المبشرين بالجنه لو سمحت، وشكرا. ان شاء الله. والله هذه المبشرين بالجنه قصه عجيبه، الحين قاعد وايد يسالون عنها، يعني كانها مسلمه من المسلمات. ناخذ اتصال من السلام الرافضي. ان شاء الله بعد ما يحاولون الاخوان. السلام عليكم. السلام. الو. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. الاخ
عبد الله المحترم. حياك الله عزيز وغالي. والى الشيخ الحبيب ياسر الحبيب. بارك الله فيك. اهنيكم على هذه القنوات. الله يخليك ان شاء الله. ثانيا احنا بعد عليكم السلام ورحمه الله. ان الخلفاء اللي ثبتوهم علينا قوه شنو نتامل من عندهم؟ والله يا اخي انتم تنورونا يعني من السماء الى الارض. هواية شغلات كنا ما نعرفها بس هسه قمنا نعرفها. نعم فعلا. الله ان شاء الله يسهل عليكم دنيا واخره. الله يخليك. ويسلمونا على الشيخ ان شاء الله. بارك الله فيك وعليكم السلام ان شاء الله. ناخذ اتصال الاخ ابو محمد. عليكم السلام ورحمه الله. ناخذ اتصال من الاخ ابو محمد من الحجاز. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مساكم الله بالخير. مساك الله بالخير والعافيه. حياكم الله مولانا. الله يسلمك. حياك الله. بسأل عن هذا الشيء. وإذا قيل الآية وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا ولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. إلى متى هؤلاء النواصب يعاندون يا مولانا؟ وأنت وضحت لهم أكثر مما ينبغي. نعم رحم الله والديكم. أحسنت. بالنسبة لهذه الآية ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم كان لهم نصيبا من الملك فإذا لا يأتون الناس نخيرا من هم الجبت والطاغوت يا مولانا؟ أحسنت. رحم الله والديكم. أحسنت بارك الله فيك. بارك الله فيك. ناخذ اتصال من الأخ قفران من الحجاز. الأخت غفران عفوا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أختي. يومكم الله يبارك بعمرك إن شاء الله. حياك الله. أول شيء أحب أشكر الشيخ على وجوده وأهنيه على إنجازاته وأشكر كل القائمين على قناة شبك. حياك الله يا حبيبي. أنا عندي سؤالين. تفضل. السؤال الأول ما معنى التقية ومتى نعمل بها ومتى نتركها؟ نعم. والسؤال الثاني يعني هو مكرر من قبل المتصلين لكن إلى الآن ما وجدت يعني مرادي من السؤال. فبذكر موقف حصل لي وأنا أتصفح في أحد مواقع الإنترنت. كان في سني وشيعي يتناقشون يعني. سأل السني عن قضية إمام الحسين إن ليش لبس أسود نحزن عليه شهرين والرسول أمر بثلاثة أيام بس نلبس سواد وبعدين نخلع يعني. فجاوبه الشيعي وذكر له رسبة إمام الحسين ولعن يزيد ومعاوية وغضب السني. فسب الشيعي في عربة وفي شرفة. فقام الشيعي سبع أشياء وقال إنها زانية وإنها لو كانت موجودة في هذا العصر لكان السني زنى بها. فغضب السني وسب السيدة الطاهرة العفيفة سيدتنا أمنا فاطمة الزهراء عليه السلام ووجه لها نفس اللفظ ونفس الصيغة في السب. فسؤالي يعني كيف نتعامل مع هذه النوعية من الناس اللي ما يحترمون أمتنا ولا يحترمون الرسول ولا يحترمون الرسول سلام الله عليها. يعني هؤلاء الناس نحب نتعامل معهم. لو تكلمنا معهم كانوا يسبونا ولو سبيناهم سبوا أمتنا وإحنا ما لها يعني. ولا الشيعي يرضى أن
سب أمتهم وتهم، فكيف نتعامل معهم؟ إن شاء الله. ونسأل الشيخ الدعاء في ليالي القدر، أتمنى أنه ما ينسانا في ليلة القدر إن شاء الله. سماحة الشيخ، سؤال الأخت، ويا ليت تسجل اسمها، الأخت غفران من الحجاز تسألك الدعاء. خلنا ناخذ اتصال من الأخ أبو حيدر من الدنمارك. السلام عليكم. بالي. السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مولانا أريد أسأل سؤال، سلامي طبعا للشيخ، وأريد أسأل سؤال. هنا يعني أكو بدعة حسنة وبدعة سيئة، فالبدعة الحسنة ما نعرف شنو والله، يعني شغلاتهم اللي يسووا مو زين يقولون بدعة حسنة، والشغلات الزين ما أدري يعني شلون هذا، يعني الشغلات المو زين يذبوا علينا. نعم. ومثل فرضا حجاج يقول قتل وذبح، هذا بدعة حسنة إلا حسنة. واللي مثل المعاوية نعلط الله عليه يقول قتل سيدنا عدي إلا حسنة وسيدنا عدي إلا حسنتين، ما نعرف حسن البدعة الحسنة والبدعة السيئة، وأرجو الشيخ يجاوبنا عليه. نعم أحسنت، بارك الله فيك، وإن شاء الله نجاوبك عليها. هي البدعة الحسنة والبدعة السيئة إن شاء الله. بعد ما ناخذ اتصال من الأخ عباس القريشي. السلام عليكم. يا ليت الإخوان بالكنترول بس يعرفون لنا عباس القريشي أو المتصلين من أي دولة أساس نعرف نعرفهم إن شاء الله. عباس القريشي السلام عليكم. تفضل أخوي عباس. السلام عليكم اخي. السلام عليكم على الشيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. ممكن اسال الشيخ لا تحرجكم سؤال؟ اي تفضل، انا سجلهم واحولهم. السلام عليكم شيخنا الجليل. عليكم السلام ورحمه الله. شيخنا الجليل، مبارك جهدك المبارك في خدمه القضيه الحسينيه وخدمه مذهب اهل البيت. حقيقه جهدك يعني واضح، وجهدك يعني يهز مراجع النواصب. لكن مع كل الأسف هناك من يطعن بظهر مذهب أهل البيت، يعني خنجر غدر، وهو قناة تدعي الإسلام تابعة لنور المالكي اسمها قناة آفاق. هذه القناة حقيقة تضلل شيعة أهل البيت في الداخل. كل ما يخدم قضية مذهب أهل البيت هي تقف بالضد منه، وكأنها قناة ناصبية. حقيقة شيخنا الجليل ينكرون ويشككون بكل الروايات التي تقف مع أهل البيت. لديهم بعض الشيوخ المعممين يضللون شيعة أهل البيت ويقولون هذا الشعار حسيني بدعة، يقولون إن عمر لم يكسر ظل الزهراء، يشككون بحادثة الغدير، يشككون بأي شيء ويقولون هذه أحاديث ضعيفة. فحقيقة أني سؤالي، من هم هؤلاء الذين يدعون التشيع نور المالكي وعصابته وهم يقفون بالضد من مذهب أهل البيت؟ نعم. فأرجو أن تعرف شيعة أهل البيت في العراق لماذا نور المالكي وعصابته يقفون بالضد من مذهب أهل البيت. حقيقة وهؤلاء العصابة ساقوا أموال العراق ونهبوا أموال الأيتام والأرامل وخدموا فقط البعثيين والنواصب في العراق. فلذلك نجد أن نور المالكي أنشأ وزارة خاصة لرعاية مصالح حزب البعث والبعثيين اسمها وزارة المصالحة الوطنية، يعني ويعني مع حزب البعث، بينما لم ينشئ وزارة لرعاية ضحايا حزب البعث. فأني سؤالي للشيخ ياسر الحبيب، ما هو نور المالكي؟ هل هو شيعي؟ أم هو ناصبي؟ أم هو بتري؟ حقيقة في العراق لا يعرفون أن نور المالكي إلا رجل إسلامي. ولي صديق يعمل في هذه القناة، قناة آفاق، يقول نحن ليس لدينا أذان رغم أنهم يدعون الإسلام، لكن في هذه القناة ليس لديهم أذان. وقناة إبراهيم الجعفري ليس لديهم أذان، وهذا الصديق كان يعمل في تلك القناة، يقول حتى لا ينكشف زيفهم لأنهم في صلاتهم لا يتشهدون بالشهادة الثالثة. وهذا الصديق هو يعني حقيقة رجل ثقة
وأعلمني بهذه المعلومة. قناة نور المالكي وقناة الجعفري ليس لديهم أذان حتى لا يكشفهم الشعب العراقي أنهم لا يتشهدون بالولاية الثالثة. وأنا أشكرك شيخنا الجليل، أرجو أن توضح لي من هم هؤلاء وتوضح لشيعة أهل البيت، وجزاك الله خير الجزاء. إن شاء الله، بارك الله فيك. الله يلعن كل ظالم إن شاء الله. والحين ناخذ اتصال من الأخ أحمد الطامي من لندن. السلام عليكم. السلام عليكم أخوي أحمد، تفضل. أول شيء السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أحكي ويا الشيخ رحم الله والديك؟ إن شاء الله، تفضل. وجه سؤال وحوله إلى سماحة الشيخ، في تأخير 5 ثواني. عزيز الشيخ، شيخنا الكريم. هنا اخ، لو سمحت لو توجه لي سؤال احسن، لان في تاخير 5 ثواني ويعني يخلي المشاهدين ينتظرون. بلي تفضل. خلاص يستاهلون المشاهدين. بس وجه الشيخ اليوم ما شاء الله وجه خنيف. الله ان شاء الله ينتقم من كل ظالم ان شاء الله. هذا الحين هذا اللي يتكلم اكيد واحد من اتباع عمر، فدائما اللي يتكلمون بهذا المنطق هم يعني كلهم عندهم سنة عمر. أنا قصيدي من هني لهني إذا ما أنت الحين تطبق سنة عمر، لأن حتى أسلوبك في إذا واحد يبي يسب ولا شيء بنفس يعني منطلق عمر وأفعال عمر، شنو سوى يعني يتداوى بماء الرجال، وهذه حتى سباتكم ما تعرفون تسبون، سود الله وجهكم إن شاء الله. ناخذ اتصال من محمد من الكويت. السلام عليكم. السلام عليكم أخ عبد الله. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم على الشيخ ياسر. حياك الله. عليكم السلام. بارك عليكم الشيخ. علينا وعليك. والله يحفظكم إن شاء الله. حياك الله. عندي سؤالين إذا تسمحون لي. إيه تفضل. السؤال الأول بخصوص زيارة عاشوراء. إيه نعم. اللي نعرفه ومثل ما هو مكتوب في مفاتيح الجنان هو مروي عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة وأشقى السلام. نعم. واللي ما عرفه اللي هو من يعني إنه حديث قدسي، لكن نزل على منه من الأئمة من قبل؟ يعني هل هو نزل على الإمام الباقر أول ما نزل، ولا في أئمة قبله من المعصومين؟ نعم. ولماذا كان اللعن بالنسبة حق الأربعة الطغاة ذكر بالأول والثاني والثالث والرابع ولم تذكر الأسماء؟ نعم. بعدين ذكر يزيد خامسا. نعم. هذا السؤال الأول. نعم. السؤال الثاني بخصوص الإمام المهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف. نعم. وجود يعني وجوده بس غائب في زمننا، يعني من ما يقارب أو أكثر من 1100 سنة الحين. السؤال اللي يطرح نفسه يعني احنا والاجيال اللي سبقونا، يعني هل نحاسب امام رب العالمين بنفس الطريقة التي يتم او تم حساب من هم عاشوا في ظهور الائمة السابقين ال11 اللي من قبل او المعصومين بوجود سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ سلم. هل المحاسبة تكون نفس الشيء؟ يعني احنا في زمن الامام الغائب. لا. انا اذا عندي اي مشكلة شرعية او اي مشكلة اتجه الى المرجع، مثلا اتجه الى عالم دين وكيل مرجع اتجه، والعلماء والمراجع يجتهدون، يعني في النهاية ما هم معصومين، يعني ممكن يقول لي رأيه واجتهاده يعني يختلف عن المرجع السابق او المرجع اللي يجي بعده في المستقبل، لكن لو كان في إمام معصوم خلاص يقطع الشك باليقين ويكون هو الفاروق، يعني فرق الحق عن الباطل. أنا اليوم في أمور كثيرة لا أعرف الحق عن الباطل. نعم. نجتهد. نعم. فهل يتم محاسبتنا نفس الطريقة التي يتم محاسبة من كان هناك في زمن سيد الخلق وزمن أمير المؤمنين ومن بعد من المعصومين؟
إن شاء الله. والله يجزاكم كل خير والله يوفقكم إن شاء الله. الله يخليك يبارك فيك وتقبل الله أعمالكم إن شاء الله. وعندنا اتصال من الأخ أبو حسن من الجزائر. أخواني أنا أعتقد إذا تأخذون الاتصالين الموجودين بعدين بس تخلون الأرقام، لأن أعتقد الوقت ما يكفي حق الإجابات. أبو حسن من الجزائر، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أبو حسن من الجزائر. تفضل حياك الله ونعم. حرام داخل وسلامي إليكم ويا سلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال لو سمحت. نعم. أنا شبه مستقبل. وعليكم السلام. وسؤالي هل يجوز لي صلاة التراويح يعني مع إنها بدعة عمرية؟ نعم. وشكرا. لو سمحت أخوي حسن، أبو حسن. نعم. أعيد السؤال لو سمحت لأني ما سمعته عدل. أنا شبه مستقبل. إيه مستقبل. وسؤالي هل يجوز لصلاة التراويح مع إنها بدعة عمرية؟ إي نعم. شكرا. أحسنت بارك الله. هل يجوز أداء صلاة التراويح؟ آخر اتصال إخواني، خلنا أخذه من الأخ أبو علي من البصرة. السلام عليكم. نرجو من الإخوان يعذرونا اليوم لأن الصحة مش ولا بد على قولة إخواننا المصاروة. السلام عليكم. عليكم السلام، حياكم الله. حياك الله أخوي أبو علي، تقبل الله أعمالكم إن شاء الله. نبارك عليك أعمالكم إن شاء الله، ونبارك عليكم شهر رمضان، تقبل الطاعات. صحة والعافية إن شاء الله. وسلامي إلى الشيخ الحبيب الذي هو حبيب في قلوبنا دائما. نعم. ولكن عندي سؤال للشيخ الحبيب. تفضل. السلام ورحمة الله. أنا سألت أحد الشيوخ أو سوى سيد بالأحرى من طلاب الحوزة العلمية عندنا بالنجف، فسألت بخصوص اللعن على رموز السنة. نعم. يقول إنه لا يجوز لعن رموزهم، وخصوصا إنه إحنا نعيش في بلد يعني يقطنا السنة والشيعة، لأنه هذا يؤدي إلى سب رموزنا أيضا، وممكن يسبب إلى حرب طائفية أهلية وما شابه. نعم. فأنا من الناس الذي يلعنونهم دائما وفي كل فرض صلاة. نعم. لكن أريد من الشيخ العزيز الجليل أن يرد على هالقول هذا أولا. نعم. وثانيا أرجو من الشيخ أن لا يغيب عن ذهنه بخصوص المتصل اللي قال انه احنا ما نعرف المالكي والجعفري سني لو شيعي وهم لا يتشهدون الشهادة الثالثة. طبعا هذا لا يغيب عن ذهن الشيخ انه هذا يريد بكلام الباطل ويحاول دفع سفين بيننا وبين قناتكم الجليلة الكريمة وبين اتباعهم وبين الشيعة في العراق. الأمور واضحة، نحن نعرف الجعفري ونعرف المالكي عن قرب، بس ما أعرف أنه هذا كلام العجيب الغريب. أرجو أن لا يغيب عن ذهن الشيخ رجال، وشكرا جزيلا لكم. إن شاء الله، بارك الله فيك، حياك الله. بارك الله فيك أخوي أبو علي. وآخر اتصال إن شاء الله نأخذه من الأخ أبو منتظر من ألمانيا. السلام عليكم. اللهم لعن ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد. اللهم لعن أبا بكر وعمر وعائشة وحفصة. السلام عليكم أخ عبد الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليك وسماحة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخ عبد الله أنا عندي سؤالين. تفضل تفضل. السؤال الأول عن عثمان. عثمان لعنة الله عليه، تفضل. قبل يعني ساعة احدى القنوات انطت قالت عثمان متزوج 2 من بنات الرسول. نعم. زين.
العفو، انتوا قلتوا انا قبل يومين شفت المحاضره مال السيد قال عثمان متزوج اثنين من بنات الرسول. نعم. وهذا الشيخ اللي طلع قبل شوي على القناه يقول الرسول عليه الصلاه والسلام ما عنده بنات ما عدا فاطمه صلوات الله عليها. نعم. زين، هذا السؤال الاول. السؤال الثاني، هل اشترك الامام الحسن والحسين عليه السلام في الدفاع عن عثمان؟ نعم ان شاء الله. شكرا جزيلا، سلامنا لكم ورمضان كريم ان شاء الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، الله يتقبل اعمالك ان شاء الله. سمحت الشيخ، خلينا نجاوب على الاسئله قبل لا ينتهي الوقت ونكون ما مجاوبين، باقي تقريبا 40 دقيقه. عفوا اعزائي المشاهدين، اعذرونا. الاخ محمد من العراق ما جاوبنا، جاوبنا على سؤاله، هو الغرض المهم. فاتصل اخ علي من البصره وسال ان سماحتكم تفرغون وتفصلون دائما بين السياسه والدين، ولكن الرسول صلى الله عليه واله كان سياسيا، فما ردكم على هذا الكلام؟ يعني أنا أعجب من أن الأخ قد فهم منا أنه نفرق بين السياسة والدين. لقد نبهت أكثر من مرة أنا لست علمانيا حتى أفرق بين السياسة والدين، ولكني لا أجعل الدين مطية للسياسة. افهموا كلامي جيدا، أنا لست مع تسييس الدين. ثم إن هذه الكلمة التي يقال فيها الدين هو السياسة والسياسة هي الدين، هذه كلمة حمقاء غير صحيحة. الدين فيه سياسة، هذا صحيح. السياسة هذه الاصطلاحية التي يراد بها يعني أو نعني بها العلاقة فيما بين موازين القوى في المجتمع وتنظيم علاقة الحاكم بالمحكوم. نعم، بهذا المعنى السياسة جزء من الدين، أي أن الدين وضع ضوابط لهذه السياسة وكيف تكون سياسة شرعية. أما أن نختزل كل الدين بالسياسة فهذا كلام أحمق، هذا من جهة. إنما حينما نحن مثلا نقول نحن لسنا مع الثورة السياسية البحتة، نعني بذلك الثورة التي لا تجعل اعتبارا للدين، تكون مجرد ثورة للوضع الدنيوي، للحالة الدنيوية، للوضع المعيشي مثلا. نحن لا نؤيد هكذا ثورة، نحن نؤيد الثورة التي يراد منها إحقاق الحق وإبطال الباطل وإقامة حكم الله تعالى في الأرض وتحقيق مقاصد وأهداف دين الله تبارك وتعالى. هذا الذي نحن معه. فلذلك لا يفهم أن كلامنا خطأ، لا تحملون غير الذي نحن نقول. عندنا سؤال الأخ أبو صالح، هالأيام قاعدين أسئلة عن المبشرين في الجنة، الإخوان الشيعة جزاهم الله خير يسمعون قنوات الوهابية يعني دائما تردد عليهم كلمة المبشرين بالجنة، المبشرين اللي اعتبروا عبالهم أن المبشرين بالجنة فعلا حقيقة، في هناك حديث في 10 مبشرين في الجنة، فيسأل هل عثمان من المبشرين في الجنة؟ هذا حديث موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وآله، لا يوجد 10 مبشرون بالجنة لعدة أسباب. أولا، هذا الحديث مروي عن طريق سعيد بن زيد، وهو من جملة الذين زعم أنهم من المبشرين بالجنة، وغير خاف أنه بحسب القواعد العلمية فإنه لا يمكن القبول بحديث أراويه يمتدح أو يزكي نفسه فيه،
هذا لا يقبل، إلا أن يكون هذا الراوي من جهة أخرى مزكا من قبل الله تبارك وتعالى أو نبيه صلى الله عليه وآله، أو مصدقا بحيث أننا نعلم أنه صادق في كل الأحوال. مثل هذا لم يدعه أحد لسعيد بن زيد ولا للراوي الآخر الذي أظنه كان عبد الرحمن بن عوف، فإنه أيضا من جملة الذين زعم أنهم من المبشرين في الجنة. فحين يروي امرؤ رواية أو حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله ويكون في الرواية مدحا لنفسه ولشخصه أو تزكية لنفسه أو لشخصه، فإنا نشك في أنه هذا الحديث بالفعل صادر عن النبي أم لا. هذه جهة. جهة ثانية أنه لو كان هنالك حقا عشرة مبشرون بالجنة فلكان الأمر لا تقتصر روايته على واحد أو اثنين، لكان الأمر شائعا عند جميع المسلمين، ولو وجدنا رواة كثيرين يروون هذا الحديث وجاءنا عبر أكثر من طريق، فلم يكن الأمر هكذا، فإذا هذا الحديث موضوع باطل. الأمر الثالث أن حديثا كهذا أصلا لا يمكن أن يكون قد صدر عن النبي صلى الله عليه وآله. لماذا؟ لأنه لا يمكن للنبي أن يشهد لأناس بالجنة مطلقا مع علمه بأنهم غير معصومين، وهذا يغريهم بالمعصية. إذا قال النبي لعثمان أنت مبشر لك بالجنة والنبي يعلم أن عثمان ليس بمعصوم، فهذا يجعل عثمان يعني يغريه بالمعصية، أن عثمان يقول أنا عندي صك مفتوح، أنا عندي جارنتي أنه رايح للجنة، فماكو مشكلة أرتكب من الآثام ما أرتكب، لأنه لا يكذب النبي صلى الله عليه وآله. هذا يغري الإنسان بارتكاب المعصية باعتبار أنه مسبوق له بالجنة، وحيث أنه ليس بمعصوم إجماعا فإن هذا الحديث يكون باطلا، لا يمكن صدوره عن ساحة النبوة صلى الله عليه وآله، لأن فيه إغراء بالمعصية وهو قبيح عقلا وشرعا. ثم الأمر الرابع الجدير بالملاحظة أنه لو كان هؤلاء فعلا مبشرين بالجنة لما تقاتلوا وحارب بعضهم بعضا وكفر بعضهم بعضا. والأمر الخامس لو كان عثمان من المبشرين بالجنة لما استحل أحد الثورة عليه من المسلمين، وكان فيهم أكابر الصلحاء والمؤمنين، لكان عثمان ليحتج عليهم أنه أنا مبشر بالجنة فلماذا تثورون علي، ونحن نعلم أن جماعة من أكابر المسلمين ثاروا على عثمان وقتلوه كمن ذكرنا أسماءهم بالأمس، الجهجاه بن سعيد الغفاري، حكيم بن جبلة العبدي، عمرو بن الحمق الخزاعي، عبد الرحمن بن عديس البلوي، حتى طلحة والزبير، حتى عائشة، كل هؤلاء اشتركوا في الثورة على عثمان بنسب متفاوتة. فلو كان عثمان مبشرا بالجنة فلماذا يثورون على رجل مبشر بالجنة وكيف يستحلون دمه بذلك؟ فإذا هذا الحديث هو واضح البطلان، إنما وضعته السلطة، وضعته السياسة لكي تسبغ هالة قدسية على مجموعة من الرموز، وكان الغرض في ذلك تدعيم موقف الطائفة البكرية. فنتيجة هذا الحديث باطل، موضوع على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله، يسقطه المنهج العلمي، يسقطه الواقع، فتاليا لا يكون عثمان من المبشرين بالجنة، بل في الواقع عثمان من المبشرين في النار، بالنار مبشر هذا، كما نحن أثبتنا إذ قتل ورجم هذه المرأة البريئة، والله عز وجل أو رسول الله صلى الله عليه وآله قال من أفتى بغير علم فإن ملائكة الأرض والسماء تلعنه، فهو ملعون، ويستلزم من ذلك أن يكون في النار وبئس المصير. لعنة الله على عثمان وعلى أتباع عثمان. الأخت غفران من الحجاز كان عندها سؤالين. السؤال الأول ما معنى التقية ومتى نعمل بها ومتى نتركها؟
شرحنا ذلك سابقا وقلنا بأن التقية ارتكاب عمل محرم بالعنوان الأولي يكون بالعنوان الثانوي مباحا لعروض الضرر، لوجود ضرر معتد به، فالشارع يبيح هنا للمكلف أن يرتكب هذا العمل الذي هو بالأصل محرم لكن يرتكبه لدفعا للضرر عن نفسه أو عرضه أو ماله، فيكون جائزا بالعنوان الثانوي. هذه هي التقية. نعم، أحسنت سماحة الشيخ. بعد عنده سؤال ثاني، كانت مداخلة واستشهدت في قصة حدثت لها مع مناقشة أحد البكرية على الانترنت. كان نقاش بين شيعي وبكري، وتعرض البكري إلى عندما مثل لعن الشيعي أحد رموزهم فتعرض للزهراء سلام الله عليها ولعنها، فتقول كيف نتعامل مع هذه النوعية من الناس المخدوعين الذين يلعنون جزافا؟ فصلنا القول في ذلك في سلسلة محاضرات تحرير الإنسان الشيعي حين تطرقنا إلى قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، وقلنا هناك أنه إن كان محاورك متعنتا وجاحدا وتحتمل منه أن يعدو بغير علم، وأنه تحتمل منه أنه يرد الشتيمة على النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أو الأئمة الأطهار صلوات الله عليهم أجمعين، فحين ذاك إذ لا مصلحة فإنه ينبغي عليك أن تمتنع مطلقا عن محاورته أو عن فضح رموزه أو النيل منهم، لأنه هذا لا ترتجى هدايته. أما إن كان ممن ترتجى هدايته وكنت ترى منه شيئا من الإنصاف أو تحتمل فيه أن يتأثر بسماع كلمة الحق فحاوره، وإن كانت المقدمات هي هذه. ثم حتى ذاك الذي تراه جاحدا وتراه جاهلا ويمكن أن يتعنت أو يمكن أن يرد عليك بالمثل، إن كان هنالك طرف ثالث والمصلحة تقتضي بإسماع ذلك الطرف الثالث، فهنا عليك أيضا أن تجهر بالحق، لأن المصلحة هنا ترجح على المفسدة. وضربنا أمثلة كثيرة في هذا الشأن من واقع سيرة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. فعلى سبيل المثال ذكرنا أن أمير المؤمنين عليه السلام هو الذي بدأ بلعن معاوية وعمر بن العاص ومن أشبه على منبر الكوفة، ومع علمه بأن معاوية سوف يرد عليه الأمر وكذلك بنو أمية سيستحلون إثر ذلك لعن علي وأهل البيت عليهم السلام، وسيطول ذلك 80 عاما على المنابر. علي صنع ذلك وهو أساسا فتح باب اللعن، وهذه حقيقة يجهلها الكثيرون بمن فيهم الشيعة، يظنون أن بني أمية هم الذين بدأوا يعني مشوار اللعن. الأمر ليس هكذا، إنما علي صلوات الله عليه هو الذي بدأ، وهذا أمر أطبقت عليه مصادر التاريخ سواء عندنا أو عند مخالفينا. فلماذا صنع علي عليه السلام ذلك؟ لأن معاوية لا تحتمل هدايته، معاوية جاحد، فإذا ليس في لعنه إبعادا أو تنفيرا له عن الحق، وإن ارتد اللعن على علي عليه السلام نفسه، وإن ارتد على أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم، حيث إنهم أضافوا إلى لعن علي لعن الحسن والحسين، وفي بعض الروايات كانوا يلعنون الزهراء صلوات الله عليها كذلك. فعلينا أن نلتفت إلى هذه المسألة، إنما علي عليه السلام أراد أن يثبت موقفا أن معاوية ملعون وأننا نحن نلعنه، واللعن هنا شعار أو إعلان بسقوط هذه الشخصية عن الاعتبار الشرعي.
وكان علي مع علمه بأن هذا اللعن سيرتد عليه وعلى أهل بيته 80 عاما، إلا أن المصلحة هنا كانت ترجح على المفسدة لوجود طرف ثالث وهو الأجيال. الأجيال سوف تسمع لعن الطرفين، والمنصف من هؤلاء الأجيال سيحتكم إلى الحق في ذلك وسيميل إلى جانب علي عليه السلام. والنتيجة نحن نراها اليوم، أننا نحن بالفعل بسبب لعن علي لمعاوية فإن نلعن معاوية ونذم معاوية واتخذنا جانب علي عليه السلام. فلو افترضنا أن علي عليه السلام وأئمة أهل البيت صلوات الله عليهم ما لعنوا أحدا من رموز الباطل خوفا من أن يرتد اللعن عليهم، لما كنا اليوم نستطيع أن نميز الحق من الباطل أو رموز الحق عن رموز الباطل. ولوجدتنا اليوم حقيقة نتحرج ونكف ألسنتنا عن أمثال أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة ومعاوية ويزيد، لأن لا نستطيع أن نتجرأ على لعن هؤلاء، والحال أننا لا نجد في مصادرنا لعنا واحدا من أئمتنا لهم. فالذي جرأنا وشجعنا على لعن هؤلاء وإسقاطهم عن اعتبارنا والتبرؤ منهم أمام الله تعالى هو في الواقع ما وصلنا من أحاديث أئمتنا عليهم السلام وخطبهم وإعلاناتهم بلعن هؤلاء وذمهم والبراءة منهم. هذا الذي شجعنا وجعلنا نعرف الحق من الباطل. لذلك نحن نتشجع بكل قوة في أن نلعن عائشة مثلا. لماذا؟ لأن أئمتنا عليهم السلام لعنوها، فهنا مصلحة ترجح على المفسدة. المفسدة كانت مؤقتة ولو 80 عاما، فكذلك على الأخت المؤمنة وعلى كل مؤمن ومؤمنة أن يلاحظوا هذا الموضوع، أن يلاحظوا هذا الميزان. إن كان الحوار مثلا بينك وبين ذلك الطرف فيه طرف ثالث، هنالك جماعة يشاهدون أو يسمعون، وتستطيع أن توصل إليهم هذا المفهوم وتشفع. أنا دائما أنصح الإخوة أنه لا يكون اللعن اعتباطيا، يعني ليكون اللعن دائما مشفوعا بالدليل، أنه لماذا نلعن، لماذا نذم هؤلاء، لماذا ننال من هؤلاء، ما هي المشكلة، ما هي الحقائق. دائما ليكن لكل واحد منكم ورقة بحثية في جيبه. كنت دائما أنصح الإخوة المؤمنين الذين يحضرون عندي في المحاضرات أنه دائما أحضر معكم كراسا ولو صغيرا وسجلوا ما أقوله في المحاضرات وأنقله إليكم من حجج على أنه لماذا نحن نعادي هؤلاء. ثبتوا هذه الروايات، ثبتوا هذه الأمور، حتى وضعوها في جيوبكم على مر العمر، حتى أي موقف تتعرضون له في الشارع مع زميل العمل، مع زميل الدراسة، مع جارك، مع أي إنسان تقابله، فورا تستطيع أن تخرج له وتقول تفضل هذه هي الرواية، هذا هو البرهان، هذا هو الدليل، حتى تكون مسلحا. إذا كان الأمر هكذا فنحن سنخطو خطوات عظيمة للأمام إن شاء الله تعالى، وسنجعل هذه الأمة يعني تتبصر بالحق من هذه الجهة. فعلى أي حال، ليس كل أهل الخلاف كلهم يردون اللعنة على أئمتنا صلوات الله عليهم، بل إن كان فيهم هكذا فهم لا شك شرذمة قليلة لا يعتد بها، إنما السواد الأعظم منهم يحترمون أئمتنا عليهم السلام. وهذا يعطينا دافعا قويا لأن ننال من الرموز المنحرفة الباطلة ونجرهم أكثر إلى موالاة أئمة أهل البيت عليهم السلام والبراءة من أعدائهم. سماحة الشيخ، والأخ أبو حيدر من الدنمارك اتصل، كان عنده سؤال يقول هناك يدعون أن هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة، فما هي البدعة الحسنة حيث أنهم ينسبون كل باطل ادعوه إلى التشيع، وإذا أخطأوا أو غيروا في الدين أو بدلوا في الدين فيقولون بدعة حسنة كبدعة عمر للصلاة وبدعة قتل، يقولون كذلك معاوية عندما حارب أمير المؤمنين ولعنه على المنابر. البدعة عندنا نحن أتباع أهل البيت عليهم السلام بدعة واحدة، وهي البدعة السيئة التي تستوجب أن يدخل بها المبتدع النار. ليس عندنا شيء يسمى البدعة الحسنة، إنما هذا اختراع
من جملة مخترعات طائفة أهل البدعة التي تسمي نفسها أهل السنة لتصحيح بدع صحابتهم وخلفائهم وأمهاتهم. يعني مثلا عائشة ابتدعت وهي تعترف لما كانت في حال الاحتضار وكانت تعيش أيامها الأخيرة، قيل لها أين ندفنك؟ أندفنك مع رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قالت كلا، إني أحدثت بعده، أي ابتدعت بعده، لأن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فادفنوني مع أخواتي، أي ادفنوني مع باقي نساء النبي صلى الله عليه وآله في البقيع. فعائشة تعترف بأنها قد أحدثت وابتدعت. وكذا عمر لما ابتدع صلاة التراويح وقيل له هذه بدعة، قال نعم البدعة هذه، أو نعمة البدعة هذه. وهكذا بقية صحابتهم وخلفائهم ورموزهم. فحتى يصححوا مواقف هؤلاء وبدعهم قالوا هنالك ليس كل بدعة سيئة، ليست كل بدعة في النار، وإنما هنالك قسم من البدع اسمها بدعة حسنة. هذا هراء، هذه سخافة، هذا استغفال للعقول، هذه حماقة أصلا. معنى أن تقول بدعة حسنة يعني تقول إثم حسن، لأن البدعة إثم، فهذا تناقض. شنو يعني بدعة حسنة؟ يعني واحد يقول جريمة حسنة، إثم حسن، قتل حسن، لا يمكن أن يكون هكذا. الجريمة جريمة سيئة في كل الأحوال، قبيحة في كل الأحوال، الإثم إثم قبيح سيء في كل الأحوال، فحتى تجعل الإثم حسنا فهذا نوع من أنواع التناقض. فنحن ليس عندنا شيء اسمه بدعة حسنة، وإنما هذه من اصطلاحات أهل الخلاف لأنهم من أهل البدعة. أحسنت سماحة الشيخ بارك الله فيك. الأخ عباس القريشي اتصل وكان عنده هناك إشكال أو نقد على قناة تابعة لنور المالكي، ويقول أنها تشكك في جميع الروايات وتطعن في روايات أهل البيت، كما تحضر معممين يؤيدون كلامهم ونهجهم الباطل. وكذلك كانت له مداخلة يقول من هم هؤلاء الذين يدعون التشيع ويحاربون أهل البيت سلام الله عليهم، ويقول من هو هذا المالكي؟ وكذلك يقول أن هذه القناة لا تذكر، لا تعرض الأذان، وذلك لأنهم لا يريدون أن ينفضحوا أمام الشارع العراقي بأنهم لا يذكرون الشهادة الثالثة في صلاتهم وفي أذانهم، لذلك لا يعرضون الأذان بتاتا لكي لا يعرف الشارع العراقي أنهم لا يذكرون الشهادة الثالثة. وعلق على هذا الاتصال أخ أبو علي من البصرة، قال كلامه باطل لأنهم يحاولون أن يدقوا أسفين بين القناة، قناة فدك وبين نوري المالكي. فما ردك سماحة الشيخ وتوجيهك للشارع العراقي بخصوص هذا الموضوع؟ يعني أنا أعجب حقيقة من الإخوة المؤمنين أنهم كيف لم يكتشفوا حتى الآن حقيقة أن نور المالكي وأضرابه ليسوا من الشيعة حقا. هؤلاء ينتمون إلى الحزب الذي يسمى حزب الدعوة، وحزب الدعوة نسخة من حزب الإخوان المسلمين، وهذا الحزب غدة سرطانية نشأت في جسد الأمة الإسلامية منذ السبعينات أو الستينات قبل ذلك، وكان الغرض منه هو في واقع الأمر اختزال الدين بالسياسة، والطموح كان هو الصعود للحكم والوصول للحكم بأية وسيلة ولو بإحداث تمازج هجين بين التشيع وبين عقائد الفرقة البكرية. وهذا التمازج هو الذي
أدى إلى إحياء الفرقة البترية التي حذر منها أئمتنا الأطهار صلوات الله عليهم في أحاديثهم، والتي كانت قد نشأت في زمانهم وحاربها الأئمة عليهم السلام إلى أن قضوا عليها، ولكنهم تنبأوا كذلك بأنها ستظهر من جديد. والفرقة البترية خصالها هي هذه، أو علامتها هي هذه، أنها تمزج بين عقائد التشيع وعقائد الآخرين. ومن أهم تلك العقائد مسألة الولاية والبراءة، فإن الفرقة البترية تدافع عن أعداء أهل البيت عليهم السلام وقتلتهم، إذ تخلط بين ولاية الأئمة وولاية هؤلاء. ولا تقول الفرقة البترية بالبراءة كما نقوله نحن الشيعة، وإنما يقولون بالتخطئة. وبالفعل هذه علامة نور المالكي وإبراهيم الجعفري وحزب الدعوة ومحمد حسين فضل الله والخالصي وما أدري هذاك شنو اسمه هذا تسخيري وحسين الراضي ومن أشبه من أشقاء أو إخوان أبناء عائشة بالرضاعة، إخوانهم بالرضاعة رضاع الكبير. هؤلاء جميعا هذول كلهم هؤلاء يخلطون بين ولاية الأئمة الطاهرين عليهم السلام وولاية أعدائهم، ولا يقولون بالبراءة من أعداء الأئمة عليهم السلام. لا يقولون نحن مثلا نبرأ من عائشة، نبرأ من عمر، وإنما يقولون بالتخطئة. يقولون نخطئ عائشة، نخطئ عمر، فاقتربوا إلى موقف الطائفة البكرية في عقيدتها هذه، لأن الطائفة البكرية كذلك تقول بالتخطئة، تقول أنه عائشة مثلا أخطأت، اجتهدت فأخطأت، معاوية اجتهد فأخطأ، وهكذا. نعم، الفرق الوحيد هو هذا، أن الطائفة البكرية لا تقول أن أبا بكر أخطأ إذ تولى الخلافة وكان هنالك من هو أجدر منه وهو أمير المؤمنين علي عليه السلام. إلى الآن الطائفة البكرية ما وصلت إلى هذا المستوى، لكن الطائفة البترية تقول ذلك، تقول نعم علي هو الأولى بالخلافة، هو الإمام، لكن أبو بكر أخطأ في أنه تولى قبل علي عليه السلام في سقيفة بني ساعدة، لكننا لا نبرأ منه ولا نكفره ولا نلتفت مثلا إلى قول الإمام زين العابدين عليه السلام أبو بكر وعمر كافران، كافر من أحبهنا، كافر من أحبهما، لا نقول بهذا، وإنما نقول بأنهما مخطئان. وتجد من علامة هذه الفرقة البترية، البتريون الجدد هؤلاء الذين ظهروا في زماننا، أنهم يعني في قضية الشعائر الإسلامية، الشعائر الدينية، الشعائر الشيعية يحاربونها، يحاربون كل أمر يشكل حاجزا أمام تماهي العقيدة الإسلامية بالعقيدة البكرية، أي العقيدة الشيعية مع عقيدة أهل الخلاف. فقضية مظلومية الزهراء صلوات الله عليها، قضية ضلع الزهراء صلوات الله عليها، جنين الزهراء المحسن الشهيد، هؤلاء لماذا يضربون هذه القضية ويريدون إسقاطها؟ لأنها تشكل حاجزا بين أن نطبع العلاقات مع الآخر، وهم يريدون تطبيع العلاقات، فلذلك يضربونها في إعلامهم الفاسد المريض. وكذلك قضية الشهادة الثالثة، وهذا أمر للعلم معروف، محمد حسين فضل الله يفتي بحرمة الشهادة الثالثة، أنه لا يجوز أن يذكر الإنسان الشهادة الثالثة، وهذا الجعفري ونور المالكي ومن أشبه هؤلاء يقلدون محمد حسين فضل الله، فلذلك بشكل طبيعي أنهم لا يؤذنون بالشهادة الثالثة ولا يذكرونها. وعلى أي حال، هذا أمر ينبغي أن يكون عند الجميع معروفا. شعب العراق عليه أن يستفيق، وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل مما اقترفه بغير علم، بغير علم. لقد خدعوا هذا الشعب وجعلوه ينتخبهم دون أن يدري أن عقيدته تخالف عقيدتهم. هؤلاء مجموعة من اللصوص، مجموعة ممن تلطخت أيديهم بالدماء، مجموعة من المنحرفين الذين شذوا عن التشيع،
وكونوا الفرقة البترية الجديدة، هؤلاء ينبغي إسقاطهم ومحاربتهم، بل البراءة منهم أمام الله تبارك وتعالى. أنت طيب الله أنفاسكم. يعني إحنا حبينا نوضح لك في سماحة الشيخ بداية البرنامج، بداية السؤال، أن في أخ أبو علي من البصرة يقول شوي شوي على حزب الدعوة، لأن هذول يحاولون يدقون سفين بيننا وبينكم، الظاهر هو من أتباع حزب الدعوة، فأنت وضحت لو ما خليت أحد إن شاء الله إلا ذكرته، ما خليت أحد يعتب عليك إن شاء الله. الأخ محمد من الكويت يقول عن زيارة عاشوراء، يقول هي مروية عن الإمام الباقر، يعني نحن لا نختلف أنها نزلت كحديث قدسي، فنزلت على من من الأئمة؟ ولماذا اللعن ذكر بالأول والثاني والثالث ولم يذكر في يذكر الأسماء؟ نعم، هذا السؤال الأول. ذكرت الروايات الشريفة كما تجدونه في بحار الأنوار مثلا أنه حين ولادة الحسين بن علي صلوات الله عليهما نزل جبرائيل بتحفة من السماء على رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه التحفة كانت فيها ثلاثة أمور. الأمر الأول كان فيها لوح أخضر يحوي أسماء لأمة الأطهار صلوات الله عليهم. الأمر الثاني كان فيها قبضة من تراك بكربلاء المقدسة. الأمر الثالث كان فيها نص زيارة عاشوراء المقدسة. فعلى هذا تكون زيارة عاشوراء حديثا قدسيا نزل به جبرائيل عليه السلام على قلب النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، وهذه الزيارة تناقلها الأئمة من النبي الأعظم إلى الإمام أمير المؤمنين، إلى الحسن، إلى الحسين، إلى السجاد، إلى الباقر، إلى الصادق، إلى أن حدث بها الأئمة عليهم السلام ونقلوها لأصحابهم وقالوا هكذا تزورون الحسين صلوات الله عليه. فهي بالأصل حديث قدسي، بل حتى لو لم يكن عندنا هذا الأثر وهذا الحديث الخاص في إثبات أن زيارة عاشوراء زيارة قدسية، فإن جميع أحاديث أهل البيت هي في الواقع أحاديث قدسية، لأنه قد جاء عنهم صلوات الله عليهم ما مضمونه حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدي، وحديث جدي حديث رسول الله، حديث جبرائيل حديث الله تبارك وتعالى. فكل حديث من أحاديث أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم هو حديث قدسي بالضرورة. نعم، أحسن سماحة الشيخ. والأخ محمد كان عنده سؤال ثاني حول محاسبة الشيعة والمسلمين في إن شاء الله في المحشر في يوم القيامة. يقول أن أحاسب كما يحاسبون الشيعة الأقدمون. عفوا، نسيت أن أجيب على السؤال. نعم تفضل. كان هنالك شق آخر للسؤال، وهو أن أنه لماذا ذكر في الزيارة المقدسة زيارة عاشوراء الأول والثاني والثالث والرابع ولم يصرح بأسمائهم. هنالك من قال بأن عدم ذكر أسمائهم هو لمكان التقية في تلك الأزمنة، لكن هذا القول مردود. لماذا؟ لأننا نجد أنه في هذا المقطع كني عن الرابع بالرابع، أي عن معاوية بالرابع، مع أنه في المقطع الذي سبقه أو بالمقاطع التي سبقته من نفس الزيارة كان هنالك تصريح واضح من الإمام عليه السلام بلعن معاوية بالاسم، اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية إلى آخره. هذا موجود في نفس نص الزيارة المقدسة زيارة عاشوراء. فهنا نلاحظ أنه في أول الزيارة أو في وسط الزيارة صرح بلعن معاوية، أما في آخرها فلم يصرح بلعنه واكتفي بقول الرابع. من هنا نفهم
أنه التكنية أو التعمية على أسمائهم لم يكن لمكان التقية، وإنما هنا خصوصية غيبية في التسمية الأول الثاني الثالث الرابع نجهلها لا نعرف ما السر فيها، لأن الأحاديث الشريفة لم تبين لماذا هنا اكتفي عن هذه الأسماء يعني ذكر الترتيب الأول الثاني الثالث الرابع، فيما يزيد ذكر خامسا مع الحاق اسمه صراحة. وكذلك لا نفهم أو لا نعرف أنه لماذا مثلا هنا قيل الأول الثاني الثالث الرابع، في حين في أحاديث كثيرة مستفيضة عندنا فيها لعن صريح لأبي بكر وعمر وعثمان بالاسم، يعني هنالك أحاديث كثيرة ذكرناها في سلسلة محاضرات بيان آل محمد في أعدائهم. فالقضية غيبية وهم صلوات الله عليهم أعرفوا بما قالوا. أحسن سماحة الشيخ. وسؤال الأخ الثاني كان عن موضوع محاسبة المؤمنين الذين عاصروا زمن الأئمة والحاليون. يقول عندما يعني كانوا المؤمنين يعيشون أو يتعايشون في زمن الأئمة يتجهون إلى الأئمة مباشرة لأخذ أحكامهم وأخذ دينهم، أما نحن نتجه إلى العلماء والمراجع، وهناك فرق بين الاتجاهين، فهل نحاسب مثل ما يحاسبون هؤلاء؟ يعني لا شك أنه بقدر بهذا اللحاظ، شوفوا ليس الأمر على نحو الكلية أنه نحن نحاسب أقل من حسابهم الذين كانوا يعاصرون الأئمة عليهم السلام، ليس في كل الموارد، لا، القضية تختلف باختلاف الموارد وباختلاف نطاق المحاسبة. في هذا الشأن في هذا الخصوص، وهو أنه كان يتمكن الذي يعيش في تلك العصور السالفة من أن يصل إلى مصدر الوحي أي إلى الحجة في ذلك الزمان ويتلقى منه الحكم مباشرة، فلا شك أن حساب هذا في هذا النطاق أو في هذا الموضوع يكون أشد من حسابنا نحن، إذ لا نستطيع أن نتوصل إلى الحجة بشكل مباشر إلا من اختاره الله عز وجل أو ارتفع بمقامه ودينه وتقواه فصار مؤهلا لأن يرى الخاتم من آل محمد صلوات الله عليه وعجل الله تعالى فرجه. ففي هذا النطاق نعم حسابهم هم أشد من حسابنا وحسابنا نحن أخف، أما في الأنطقة الأخرى أو في النطاقات الأخرى فلا، ليس ذلك بالضرورة، كل بحسبه. نعم أحسنت سماحة الشيخ. عندي الأخ أبو حسن من الجزائر، هو مهتدي ومستبصر، ويقول هل يجوز أداء صلاة التراويح مع أنها بدعة من عمر؟ هذا ذكرني في موضوع عندما تشيعت أول سنة في ليلة 27 رمضان، توضيت وذهبت إلى المسجد الشيعي، كنت أبحث على مسجد شيعي فدخلت مسجد لأبحث عن صلاة القيام حتى أحيي، متعود كل سنة أحيي صلاة القيام، فدخلت مسجد شيعي ولم أجد صلاة، سألتهم هل تصلون صلاة القيام؟ كان في أحد المؤمنين موجود قال لا أنها بدعة من عمر، ونحن نصلي كل واحد لوحده ولا يجوز الجماعة في المستحب، كما سألته عن تسبيحة الزهراء وغيره، لأني كنت أبحث في الكتب عن ما هي تسبيحة الزهراء ولم أجدها، فسألته ما هي تسبيحة الزهراء؟ قال يخذ المصباح وأقول سبحان الله الحمد لله الله أكبر. فتجابون إن شاء الله على سؤال الأخ أبو حسن من الجزائر. الحمد لله الذي أنقذك وأنقذه من هذه البدعة العمرية، الحمد لله تعالى. الجواب هو أنه لا يجوز شرعا أداء صلاة التراويح، فإنها بدعة ولا يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالبدعة، وقال الأئمة صلوات الله عليهم لا يطاع الله من حيث يعصى، فعلى الأخ الكريم أن يحيي ليالي شهر رمضان
بالنوافل وبالصلاة والقيام، ولكن بلا جماعة فإنه لا جماعة في نافلة، وبقراءة القرآن والأدعية الشريفة، سيما أدعية إمامنا وسيدنا زين العابدين صلوات الله عليه، الموجودة بين دفتي كتاب الصحيفة السجادية. فإن شاء الله تعالى الأخ الكريم يقوم بمثل هذا حتى ينال رضا الله تبارك وتعالى. أحسنت سمعت شيخ. أبو علي من البصرة يقول: سألت أحد المعممين والعلماء بخصوص لعن رموز على حد تعبيره السنة، فقال لي أنه لا يجوز، وذلك لسببين. السبب الأول يؤدي إلى سب رموز الشيعة، والسبب الآخر يعني هذا اللعن ممكن يثير الحروب الطائفية والاحتقانات الطائفية بين المسلمين. أما بالنسبة إلى الأمر الأول فيكذبه الواقع، والواقع يشهد بأنه ها قد بدأت الثلة المؤمنة منذ سنوات بالنيل من رموز الطغيان والنفاق والباطل ورؤوس الكفر، وعلى رأسها أبي بكر وعمر وعائشة، ولم يستتبع ذلك تجرؤا من أهل الخلاف على أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين، لأنهم واقعون في حرج شديد بعد اعترافهم بجلالة هؤلاء الأئمة. نعم، في زمان بني أمية، في شطر من زمان بني العباس كذلك، لما كانت الطائفة البكرية قد اعترفت بعد بجلالة الأئمة الاثني عشر صلوات الله عليهم أجمعين، فلذا كان التعرض لرموزهم يستتبع تعرضا للأئمة صلوات الله عليهم، ولم تكن هنالك مصلحة ترجح على هذه المفسدة، فلذا امتنع الشيعة إجمالا، إجمالا لا كلهم، إجمالا امتنعوا عن التعرض إلى رموزهم علنا. وإلا حتى في تلك الأزمنة نحن وجدنا جماعة من رموز التشيع، من أبطال التشيع، كانوا يتعرضون لرموزهم علنا حتى في زمان بني أمية وزمان بني العباس، ووثقنا ذلك في سلسلة محاضراتنا تحرير الإنسان الشيعي. وكان هؤلاء من كبار أصحاب وتلامذة الأئمة الطاهرين عليهم الصلاة والسلام، ولم نجد أي نكير من الأئمة عليهم، بل على العكس وجدنا ثناء، بل حتى أئمتنا الأطهار صلوات الله عليهم في بعض الأزمنة تعرضوا علنا للرموز المخالفة لرموز الكفر ورموز الطوائف الأخرى بكل صراحة، جهارا نهارا، ورغم ما كان يستتبع ذلك كما نقلنا قبل قليل من أمر أمير المؤمنين عليه السلام حين بدأ بلعن القوم، وذلك كله لأن مصلحة ترجح على المفسدة. فقول ذلك الأخ أنه قول ذلك يعني المعمم لهذا الأخ الكريم أنه يعني بالمطلق أنه لا يجوز التعرض لهذا السبب ولهذا الداعي، هذا غير صحيح، مكذب من الجهتين. أما بالنسبة إلى أنه يسبب حروبا وما أشبه، فهذه أيضا تستوجب الملاحظة، أنه إن كنا في كل الأحوال يعني نتعرض إلى حرب إبادة وأنت مقتول في الحالتين، فما المانع في أن أنت تجهر بالحق، وذلك في واقع الأمر يسهم في إيقاف هذا النزيف كما أيضا شهد به الواقع. على أي حال، هذا تفصيله كله ذكر في سلسلة محاضرات تحرير الإنسان الشيعي. مرة أخرى نؤكد على الأخوة المؤمنين أنهم لا بد أن يستمعوا لهذه الأبحاث جيدا ويستوعبوها جيدا من الأول إلى الأخير، لأنه بذلك ترتفع هذه الشبهات. لا يمكننا بعجالة وفي دقائق أن نجيب على هذه الشبهات بما يرفعها كلية. على الأخوة المؤمنين وخصوصا طلبة الحوزات العلمية أن يتبصروا، أن يتعلموا أكثر حتى يكتشفوا هذه الأمور ويصححوا المناهج إن شاء الله تعالى.
نعم سماحة الشيخ، عندنا كان آخر اتصال من الأخ أبو منتظر من ألمانيا وكان عنده سؤالين. السؤال الأول مكرر، اللي هو شاهد إحدى القنوات البكرية أنها تقول أن عثمان متزوج من اثنين من بنات الرسول صلى الله عليه وآله، وهو شاهد في الاتجاه الشيعي هناك عالم شيعي يقول أن الرسول صلى الله عليه وآله ليس لديه بنات سوى فاطمة. هذا ممكن يعني بعجالة تجاوبون على هذا، لأن باقي تقريبا 6 دقائق. حتى تجاوبون على السؤال الثاني اللي هو هل اشترك الإمام الحسن والإمام الحسين في الدفاع عن عثمان لعنة الله عليه؟ أما بالنسبة إلى السؤال الأول، فمع احترامنا للمتحدث ونحن لا نعرفه، إن كان جديرا بالاحترام فيحترم إن شاء الله تعالى، لكننا من حيث العموم نحن لسنا مع أن ينطق المعمم أو من يطرح نفسه عالما أن ينطق بكلام ويرسله إرسالا هكذا بلا تحقيق. هذه المسألة مثلا، وهي مسألة بنات رسول الله صلى الله عليه وآله، مع الأسف الشديد بدأت ترسل هكذا إرسال المسلمات وتتناقلها الألسن وكأنها حقيقة مسلمة دون ما تحقيق منهم، وهذا من أكثر ما يزعجنا في الواقع. أنت لا يحق لك أن تظهر على وسائل الإعلام وتقول كلاما لم تحقق فيه اعتمادا على بعض الكراسات والكتابات التي كتبها مثلا جعفر مرتضى العاملي أو أشباهه، ونفوا بها بنوة بنات النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. الحق والصدق والتحقيق العلمي وقول الأئمة الأطهار صلوات الله عليهم، بل إجماع الأمة على أن زينب ورقية وأم كلثوم عليهن السلام بنات رسول الله صلى الله عليه وآله، من خديجة الكبرى صلوات الله عليها، وهن الأخوات الثلاث الكبريات لسيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء صلوات الله عليها، وكان لهن أدوار مشكورة في الإسلام، وكانت العلاقات بينهن وبين أختهن الصغرى فاطمة صلوات الله عليها علاقات كان هنالك تزاور وتواد وتراحم، كما أنبأتنا الآثار الشريفة، حتى أنه لما توفيت السيدات الثلاث كانت الزهراء صلوات الله عليها كما قال الإمام الصادق عليه السلام هي التي قامت وأمت وصلت صلاة الميت أو صلاة الجنازة عليهن في لمة من النساء، نساء بني هاشم ونساء الأنصار ومن أشبه، وهذا أمر موجود في الروايات الشريفة. ولا يحل لأحد شرعا، لا يحل، هذه مسألة خطيرة مع الأسف غير ملتفت إليها، ومع الأسف الغوغاء الذين يتبعون يعني بعض الكتابات والكراسات هنا وهناك، لا يحل لأحد أن ينفي بنوة أحد بلا بينة شرعية. أين هي البينة؟ وهؤلاء لا يجوز لك أن تنفي بنوة سيد أو علوية واحدة دون بينة شرعية وهكذا جزافا، فكيف بسيدات ثلاث هن من صلب رسول الله صلى الله عليه وآله كما قام على ذلك الدليل والإجماع؟ فلا تستمعوا لمثل هذه الأصوات، ونطلب ونؤكد على هذا المتحدث وغيره، نؤكد عليهم التوبة والتحقيق في هذه المسألة قبل أن يفتوا بغير علم، فإن الأمر خطير، ولنا نحن تحقيق مفصل في هذا الشأن ذكرناه في بعض أجوبتنا، وكذلك في محاضرة مفصلة مكونة من 3 أجزاء عرضت أكثر من مرة على ما أعلم في قناة فدك بعنوان بل هن بنات رسول الله صلى الله عليه وآله، وبإمكان الأخوة أيضا أن يبحثوا عنها بالإنترنت ويستمعوا إليها كاملة. 3 أجزاء في بحث هذه المسألة أثبتنا أنهن بنات رسول الله صلى الله عليه وآله، ولماذا زوج النبي صلى الله عليه وآله كبراهن من أبي العاص بن الربيع، ولماذا زوج الثانية والثالثة من عثمان، وما هو
الامتحان الإلهي في ذلك. أحسن سماحة الشيخ، وإن شاء الله نحول السؤال الأخير إلى الحلقة القادمة إذا أحيان الله. وفي ما يسعني الآن إلا أن أشكر سماحة الشيخ ياسر الحبيب لتواجده معنا وإجابته على الأسئلة، وكما لا يسعني إلا أن أستغفر الله لي ولكم وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.